الله المرجعية خيرا، جزا الله السيد السيستاني خيرا، مرجعنا الأعلى جزاه الله خيرا لفتواه اللي أنقذت الأرض والعرض والمقدسات، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، واقعا جزاه الله خيرا. هالفتوى المباركة اللي حفظت بلدنا وحفظت أرضنا، وأني هم أقول لكل المسلمين إذا يسمعوني أقولهم فتوى سماحة السيد ما كانت للشيعة، كانت للشيعة، أسألكم بالله فتوى السيد كانت للشيعة؟ لو قال على العراقيين شنو قال السيد؟ قال على العراقيين، على العراقيين، يعني يا بتر هذول أعداء الكل، أعداء الكل، الأعز المسيحيين شفتوا شنو صار بيهم، وهكذا الأيزيديين شنو صار بيهم، وإحنا متألمين عليهم، لأن إحنا اتفقنا قلنا إحنا أتباع آل البيت ما نريد الشر لأحد، ما نريد الشر لأحد، إحنا دعاة سلم وسلام وخير، بس من يعتدى علينا إحنا أقوياء مو ضعفاء، يعني السلم الندعو له مو عن ضعف، عن قوة. والكل جربنا وياي الأحبة يولا دولة اجوا يبيدون الكل، ولهذا السيد قال على العراقيين أن يدافعوا عن بلدهم، عن أرضهم، عن عرضهم، عن مقدساتهم. السيد دعا كل العراقيين أن يدافعوا عن أنفسهم، حتى الفتوانا احنا مو طائفية ولا تخص جهة دون جهة، بل هي للجميع، للجميع، وحفظة الجميع، فتوى السيد حفظة الجميع. ولهذا يحفزنا ويحفزكم هذا الكلام أن دائما نكون على الاستعداد لكل طارئ، وإن شاء الله ما يكون إلا الخير بالنبي وآله، إن شاء الله ما يكون إلا الخير.